بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا وحبيبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وعلى ذوينا وعلى من انتفعنا بعلمه وعلى مصنف الكتب التي نعلمها ونتعلمها وعلى سائر أئمة الدين وجميع المؤمنين. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ولا حول ولا قوة الا بالله العلي العظيم. ربي يسر ولا تعسر. ربي زدنا علما وحلما وفهما وعقلا وادبا. ربي تمم بالخير والسعادة. والله ولي التوفيق ومنه التحقيق وبه التصديق. انما الاعمال بالنيات والعاقبة للمتقين. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. نحن في مجلس ابتداء درس شرح العقائد النسفية. إن شاء الله نبدأ من الآن درس هذا الكتاب. وبعد أن فرغت من تدريس فتح المعين بشرح قرة العين بمهمات الدين للعلامة الفخامة محمد زين الدين المخدوم المليباري رحمة الله عليه بمدة 3 أشهر، طلب مني بعض إخواني أن أدرس هذا الكتاب، فتلبية لطلبه إن شاء الله نبدأ. ثم هذا الكتاب شرح العقائد النسفية، كما تعلمون كتاب مهم وشهير ومعتمد من فن علم الكلام. هذا العلم يسمى بعلم الكلام أو بعلم الأسماء والصفات، كذلك بعلم التوحيد وعلم الإيمان، هكذا أسماء مصداقها ومسماها واحد. وهذا الكتاب العقائد النسفية لنجم الدين عمر النسفي رحمة الله عليه، هو من نسف، والنسف من أوزبكستان في جنوبها، والشارح علامة سعد الدين التفتازاني هو من مواليد مدينة تفتازان من خراسان.
ولهذا الكتاب ولهذا المتن ولهذا الشرح أهمية كبيرة، يدل على أهميتها واعتمادها. تدريس هذين الكتابين، هذا المتن والشرح، في جميع بلاد المسلمين، وهذا كتاب منهجي وهو داخل في المقررات الدينية في الجامعات والكليات في جميع بلاد المسلمين بلا استثناء. ثم هذا علم الكلام كما تعلمون قد دُبِّن في القرن الثاني الهجري، وبعد أن كانت الصحابة رضي الله تعالى عنهم يتذكرون في مسائله، لكن لم يدبنوا علم الكلام كما لم يدبنوا سائر العلوم، وبعد ذلك حدثت أسباب تلبية لهذه الأسباب. تقدم بعض علماء عباقرة الإسلام في كل فن. إذن من أوائل من دون في هذا الفن الإمام الأعظم أبو حنيفة النعمان الكوفي رضي الله تعالى عنه وأرضاه، صنف كتاب الفقه الأكبر. الفقه الأكبر هو من أسماء هذا الفن، يسمى بالفقه الأكبر أيضا. وهذا الإمام إمام العلم أبو حنيفة رحمه الله تعالى له خدمات جليلة في هذا الفن، وصنف في علم الكلام، وكذلك ناظر له مناظرات كثيرة مع بعض فرق أهل القبلة والمنحرفين عن سواء الطريق، كلها مشهورة. وفي أحد الصحابة رضي الله تعالى عنهم بدأ أن يبتدع بعض المسلمين، مثلا القدرية، يعني من ينكر تقدير الله سبحانه وتعالى للأمور أو للكوائن سابقا. حدث في زمن الصحابة رضي الله عنه، سئل عنهم عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه فبرأ نفسه عنهم وبرأهم عن نفسه، كما أخرجه الإمام مسلم رضي الله عنه في صحيحه. ثم الخوارج ظهروا في زمن الصحابة رضي الله عنه، ثم الشيعة ظهروا، وبعض منهم كانوا غلاة حتى أله علي رضي الله عنه هكذا. ثم بعد ذلك حدثت في زمن التابعين هكذا، يعني البدعة تسلسلت كما تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا تفرق الأمة وابتداء بعضهم في قوله من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، هكذا تنبأ النبي صلى الله عليه وسلم من هذا الاختلاف، ونصح الأمة أن يعلوا على ما عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته بالنواجد، بقوله علوا عليها بالنواجد. وزيادة لتفصيل هذه الفرقة قال النبي صلى الله عليه وسلم افترقت بنو إسرائيل على 72 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة. هذا ليس للتحديد،
هذا التعديد ليس للتحديد بل لإفادة سبق هذه الأمة وغلبتهم على بني إسرائيل في هذا الأمر. نعم. فإذا علم الكلام قد دون لتعليم عقائد المسلم. ماذا يعتقده المسلم في ذات الله تعالى وصفاته وفي شأن كتابه وملائكته ورسله وفي شأن الأمور كلها خيرها وشرها، ثم ماذا يعتقد في الحياة البرزخية وما يتابعها من الحساب والمحشر الميزان والجنة والنار ولقاء الله سبحانه وتعالى في الجنة وفي هذه الأمور ماذا يعتقد؟ وهذه الفرق والعلة الحادثة في الإسلام أثاروا شبها في هذه العقائد كلها. فإذا مقصود تدوين هذا العلم تعليم العقائد الصحيحة للمسلم وكذلك دفع الشبه عنها. فهذه الشبه إما يكون من الملحدين أو من الماديين أو الدهريين أو الطبيعيين أو الكافرين أو المشركين أو اليهود والنصارى أو الفرقة القاديانية، كل هؤلاء خارجون عن نطاق الإسلام وقبلتهم، أو تكون هذه الشبه من هؤلاء الفرق الضالة من الخوارج من القدرية من الشيعة من المعتزلة وهكذا، يعني في زماننا السلفية أو الوهابية أو التيمية وهكذا كثير. نعم. الإخوانية والمودودية كذلك جماعة التبليغ الدوبندية، هؤلاء لهم شبه نحو عقيدة الإسلام، دفع هذه الشبه من مقاصد هذا الفن. نعم. فصدرت بهذه الأمور مع أن كثيرا منها سيأتي في مقدمة هذا الكتاب، يعني كتاب شرح العقائد النسفية. الإمام التفتازاني رحمه الله يبين في مقدمة هذا الكتاب يعني متى دبنا هذا الفن يعني علم الكلام، ماذا كان أسباب تدوينه وكذلك ما هي مقاصده، ما هو مكانة هذا الكتاب، كتاب نجم الدين عمر النسفي رحمة الله عليه، كل هذا هو يبين. ثم بالنسبة إلى مراجع هذا الفن، من مراجعها كتاب المواقف لعلود الدين الإيجي رحمة الله عليه وشرحه، شرح المواقف للسيد الشريف الجرجاني رحمة الله عليه،
فكذلك لشارحنا كتاب وشرحه، يعني المقاصد وشرحه شرح المقاصد كلاهما للعلامة سعد الدين الطبرزاني رحمة الله عليه. ثم لعدد الدين اللي يجي كتاب في العقائد، وهذا العقائد العددية شرحه جلال الدين الدواني رحمة الله عليه، وهذه مراجع هذا الفن. نعم، لهذه الكتب أهمية بالغة. ثم هذا الكتاب يعني العقائد النسفية شرح كثير من العلوم في زماننا، تبيع هذا الكتاب مع شروحه وحواشيه طبعة جديدة منقحة. ثم بالنسبة إلى العلامة الطبرزاني رحمه الله تعالى، حادثة عظيمة كانت سببا لتقدم هذا الإمام وعبقريته في العلوم، وهذه الواقعة هي واقعة رؤية الإمام الطبرزاني رحمه الله النبي صلى الله عليه وسلم في اليقظة، ورآه في اليقظة، ذكر هذا التاريخ وهذه الحادثة في شذرات الذهب وغيره من كتب التواريخ والتراجم. فكان الإمام الطبرزاني رحمه الله يعني بليدا، ما كان دراكا ولا فخاما ولا عاقلا ولا عبقريا، بل كان بين زملائه يضرب به المثل لعدم الفهم، هكذا كان في بداية أمره. ثم مع ذلك هو كان يجتهد كثيرا، كان يكد ويجهد نفسه كثيرا في تحصيل العلوم، يعني في فهم العبارة وكذلك في حفظ المسائل، هكذا كان يجهد نفسه كثيرا، حتى في أوقات خروج زملائه في حوائجهم إلى الخارج هو لا يخرج معهم، بل كان يحفظ الدروس، يجتهد كثيرا، هكذا هكذا. فأثناء اشتغاله يوما بدروسه نهارا جاءه رجل وقال له: يدعوك شخص واحد. فأجاب بأنه مشتغل بالدروس لا يريد الخروج، فإذا رجع هذا الجائي. نفس الرجل جاءه في اليوم الثاني وقال له هذا القول، فأجاب العلامة سعد الدين الطبرزاني رحمه الله بنفس الجواب، هو رجع. في اليوم الثالث هو جاء وقال: يدعوك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الطبرزاني رحمه الله تحير ووثب من مكانه وذهب مع ذلك الرجل. فإذا هو ذهب به إلى مكان، وهناك كان سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم كأنه منتظر للإمام الطبرزاني رحمه الله. فإذا أتى الإمام الطبرزاني رحمه الله سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم واشتكى إليه بلادته وعدم فهمه للدروس، هذه كانت شكاية. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح فاه فبصق في فمه كما في رواية. من ذلك الوقت
ظهرت وبدت عبقريته وهكذا. نعم، فإذا هذا نتيجة اجتهاده وكده في العلوم، مصداق للقول السائر من جد وجد، من جد وجد. فلله الحمد، جزاء الله سبحانه وتعالى هذا النبي الكريم عنا وعن المسلمين ما هو أهله، وجزاء هؤلاء الأئمة الكرام عنا وعن المسلمين. ثم أريد أن أقرأ، يعني هذا ديباجة الكتاب فقط، والباقي إن شاء الله في الدرس الآتي. بسم الله الرحمن الرحيم. قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة، قال أهل الحق حقائق الأشياء ثابتة والعلم بها متحقق. فهذا هو بداية العقائد النسفية بعد البسملة، ودخل في الموضوع مباشرة، لم يأتي بمقدمة لم يأتي بمقدمة للكتاب ولا بمقدمة للعلم، مقدمة مقدمتان. وكذلك لم يأتي من الآداب كتابة إلا البسملة. أما الإمام تفتازاني رحمه الله فهو أتى بجميع هذه الآداب كتابة ثم أتى بمقدمة. عبارته هكذا: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله المتوحد بجلال ذاته وكمال صفاته، المتقدس في نعوت الجبروت عن شوائب النقص وسماته، والصلاة على نبيه محمد المؤيد بساطع حججه وواضح بيناته، وعلى آله وصحابه هداة طريق الحق وحماته. هذه ديباجة الكتاب. نعم، إن شاء الله نشرح في الدرس الآتي. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.